تفاصيل التشابك بالأيدي بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة. أكدت وسائل إعلام مصرية حدوث اشتباك بالأيدي بين الفنان المصري أحمد عز وبين الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين بعدما تواجدوا جميعا مصادفة بمنطقة الساحل الشمالي بمصر. وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن عز تعرض للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة وقام بالدفاع عن نفسه، مشيرا إلى عزم الطرفين على تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة. وحسب شهود عيان كان الفنان أحمد عز يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي. هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين وقالت له مش هتعترف بقى بأولادك، أنا كنت حلفة لو شفتك هضربك بالجزمة. ونوه أحد الشهود بأن شقيقة زينة قامت بضرب الفنان أحمد عز بالقلم أثناء تواجده في الفندق وحاولت التعدي عليه، إلا أنه تمكن من التصدي لها ثم رد لها الألم ألمين. وأكد الشهود أن شقيقة زينة ياسمين ظلت تصرخ من اعتداء عز عليها حتى لحظة دخول الفنانة زينة إلى المكان، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي على عز ليتطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهما، إلى أن تمكن المتواجدون في الفندق من فض الاشتباك وذهب كل في طريقه. ومن الجدير بالذكر أن ياسمين بعدها توجهت إلى قسم العالمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه أحمد عز بضربها والاعتداء عليها، ولم يصدر أي توضيح رسمي من الطرفين حول ملابسات الوقعة حتى الآن. واتضح من التحقيقات أن السيدة المعتدية هي أخت الفنانة زينة، ورفض عز إنهاء الموضوع وديا وأصر على تحرير المحضر الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم وصبت كلها في صالح أحمد عز. وبعدها من تحقيقات النيابة اتهم أحمد عز شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب، وذلك لتوجيهها إلى قسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، وأدلى عز بأقواله في النيابة وسلم تسجيلا صوتيا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة. ومن المعروف أن أحمد وزينة بينهما نزاعا قانونيا بسبب نسب أطفال زينة له وأخرها حصولها على حكم بنفقة لطفليها من عز. ورفضت المحكمة مؤخرا استئناف تقدم به أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018 بإلزامه بدفع نحو 30,000 جنيه استرليني قيمة مصروفات دراسية للتوأم عز الدين وزين الدين. Thank you.